هل أصبحت الخصوصية على الإنترنت فعلاً شيء من الماضي؟ في عصر التقدم التكنولوجي السريع اللي بنعيشه اليوم في منتصف عام 2023 أصبح الإنترنت جزء مهم جداً من حياتنا اليومية. شبكة الإنترنت غيرت الطريقة اللي بنتواصل بيها ونعمل بيها ونصل إلى أي معلومات عن أي شيء، لكن ومع استمرار توسيع أنشطتنا على شبكة الإنترنت بتزيد حجم المعلومات المتاحة عن حياتنا الشخصية يوم بعد يوم، وده أمر ممكن ما يكونش مريح للكثيرين، رغم أن البعض قد يتساءل طب وإيه يعني؟ أنا ما عنديش حاجة أخفيها أو أخجل منها. الحقيقة إنه برغم إنك أو إنك ممكن ما يكونش عندكم فعلاً حاجة تخفوها، لكن يؤسفني أقولك إن أبسط المعلومات المتاحة عنا في الإنترنت يمكن إساءة استغلالها. بالإضافة لكل ما سبق، فهناك من علماء النفس ومنهم مثلاً جون سولر، أستاذ علم النفس في جامعة رايدر في نيوجيرسي، مؤلف كتاب بعنوان نفسية الفضاء الإلكتروني، بيقولوا إن إحنا كبشر بنحتاج إلى ذات عامة نعيش بيها في العالم الاجتماعي الخاص بالأسرة والأصدقاء وزملاء العمل وغيرهم، لكننا بنحتاج أيضاً إلى ذات خاصة، بنكون محتاجين مساحة داخلية يمكننا فيها أن نفكر بهدوء في قراراتنا المهمة ونعيش مع مشاعرنا بعيداً عن أي تأثير خارجي. لكن مع انتشار الإنترنت بهذه الطريقة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الدور اللي بقت تلعبه في حياتنا اليومية، فهناك من يرى أن موضوع الخصوصية في طريقه إلى أن ينتهي إلى غير رجعة، وأنه لا يمكن أن نفعل ما نريد على شبكة الإنترنت دون أن نكون مراقبين من شخص ما. وبقينا نسمع من حين لآخر عن استخدام جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في مناطق مختلفة من العالم برامج خاصة لعمل مراقبة شاملة لأنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وهذه البرامج يمكن أن تعمل غالباً دون معرفة أو موافقة الجمهور، وهو ما يثير أسئلة أخلاقية وقانونية ويتحدى فكرة الحق في الحياة الخاصة. إذن هل أصبحت الخصوصية على الإنترنت والحق في الحياة دون مراقبة فعلاً أمر من الماضي؟ تعالوا نعرف مع بعض. في سنة 1998 تعرض مواطن إسباني اسمه ماريو جونزاليس لأزمة مالية صعبة خلته يطرح ممتلكاته للبيع في مزاد علني، وتمت تغطية تفاصيل هذا المزاد في إحدى الصحف المحلية وبعدها نشرت على الإنترنت. المزاد حصل وخلص وأزمة مستر جونزاليس انتهت على خير، لكن فضلت مشكلة مهمة، ألا وهي إن الأخبار حول الموضوع وحول الديون والأزمة المالية اللي تعرض ليها صديقنا الإسباني فضلت موجودة على الإنترنت حوالي 16 سنة، وكل ما كانوا يبحثوا عن اسم ماريو على جوجل كانت الأخبار المتعلقة بالمزاد بتظهر بشكل بارز، وكان الأمر ده زي ما قال ماريو بيضر جدا بسمعته، وطلب من شركة جوجل إنها تزيل الأخبار دي من نتائج البحث، لكن جوجل رفضت بدعوى حماية البيانات، الأمر اللي جعل مستر ماريو يرفع قضية على شركة جوجل. ناس كتير دفعت عن ماريو، قالوا دلوقتي ماريو بقى مشهور عالميا بأنه الراجل الإسباني اللي عليه ديون من سنة 1998. الشيء الوحيد اللي نعرفه عنه هو الشيء الوحيد اللي مش عايزنا نعرفه عنه، وده كله بسبب عدم حماية بياناتنا الشخصية. وهنا نتذكر ما قاله الفيلسوف الفرنسي فولتير: لولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة كل يوم. محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اتفقت مع حق ماريو في أن ينسى الناس جزءا من حياته الخاصة، واتفقت مع حقه في التخلص من نتائج البحث حول الموضوع، وأصدرت حكم لصالحه. الحكم ده نص على إن مواطني الاتحاد الأوروبي لديهم الحق في الطلب من محركات البحث على الإنترنت بإزالة روابط لمعلومات قد تكون ضارة أو ليست ذات صلة بنتائج البحث، حتى لو إن نشر المعلومات في حد ذاته كان مشروع. هذا الحادث سلط الأضواء عالمياً على أهمية تمسك الناس بحقها في الحفاظ على خصوصيتها وحماية بياناتها الشخصية على الإنترنت، وهذا ليس فقط من أجل الحفاظ
على السمعة الطيبة، لكن في أسباب أخرى بتوضح ليه الخصوصية ممكن تلعب دور حاسم في حماية استقلال الناس وأمنهم وحريتهم الشخصية. خلينا نقول مبدئياً أن الحق في الخصوصية مكرس في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 في الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الملزمة قانوناً، وفي المادة 16 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، وتنص جميعها على أنه لا يجوز تعريض أي شخص لتدخل تعسفي في خصوصيته أو في شأن أسرته أو منزله أو مراسلاته أو الاعتداء على شرفه وسمعته، وإن لكل فرد الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الهجمات. أما عن أهم أسباب أهمية حقوق الخصوصية، فنذكر منها أولاً منع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة من استخدام البيانات الشخصية للأفراد لتحقيق أهداف خاصة. حقوق الخصوصية كمان بتساعد على ضمان محاسبة من يقومون بسرقة البيانات أو إساءة استخدامها، لأنه عندما يتم الاعتراف بالخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان بتكون هناك عواقب لمن لا يحترم هذه الحقوق. ثالثاً، حق الإنسان في الخصوصية بيكفل له الحفاظ على مساحة الحدود الاجتماعية اللي ممكن يسمح بيها للآخرين. حالياً مثلاً وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكشف الكثير من المعلومات عن حياتنا الشخصية، وحق الإنسان الأصيل في الخصوصية بيلزم هذه المنصات بتوفير ميزات أمان تكفل ليهم حجب المعلومات والسيطرة عليها ومنع اتصال أفراد بآخرين. رابعاً، حقوق الخصوصية بتساعد في بناء الثقة، لأن البيانات الشخصية مثلاً اللي بيتم تقديمها إلى الطبيب أو البنك يجب أن يشعر الناس بالثقة في أن هذه المعلومات آمنة، واحترام حقوق الخصوصية هو ما يبني هذه الثقة، لأن حقوق الخصوصية بتمنح الأشخاص الثقة في أنه في حال خرق الطرف الآخر لهذه الثقة هتكون هناك عواقب وخيمة. يعني بكلمات أخرى نقدر نقول أن حقوق الخصوصية بتضمن لنا التحكم في بياناتنا، وأنه لا يمكن استخدام بياناتنا إلا بالطرق اللي هنوافق عليها. خامساً وأخيراً، حقوق الخصوصية بتلعب دور مهم في حماية حرية التعبير، حتى إن العديد من الخبراء والمنظمات أقروا بالعلاقة بين الخصوصية وحرية التعبير، وقالوا إنهما وجهان لعملة واحدة، وده لأن حقوق الخصوصية بتتيح للأفراد مساحة محمية ومستقلة للتعبير عن أنفسهم دون خوف من تدخل حكومات أو كيانات خاصة أو مواطنين آخرين. في روسيا بيتم تنظيم حماية البيانات الشخصية للمواطنين من خلال لوائح تنظيمية مختلفة، منها قانون المخالفات الإدارية والقانون الجنائي والقوانين الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك قانون البيانات الشخصية اللي دخل حيز التنفيذ عام 2011. بيحدد القانون ترتيبات معالجة البيانات وتخزينها والوصول إليها، وغرضه ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين الروس في معالجة بياناتهم الشخصية، بما في ذلك حماية حقوق الخصوصية والأسرار الشخصية والعائلية. ويعاقب القانون الأفراد والشركات ممن لا يلتزمون ببنود القانون. وفي عام 2021 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات لمجلس الوزراء بالإسراع في تعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين الروس. وفي عام 2022 أصدرت المحاكم الروسية مثلاً غرامات تزيد عن 50 مليون روبل بسبب انتهاكات التعامل مع البيانات الشخصية. في نفس العام تم حظر تقريباً 110 موقع بسبب عدم الامتثال الكامل للتشريعات الروسية فيما يتعلق بحقوق خصوصية الأفراد. ووافق رئيس الوزراء الروسي ميشوستن على قواعد جديدة في مجال تأمين نقل البيانات الشخصية عبر الحدود. أيضاً وزارة التنمية الرقمية الروسية دعمت استحداث أحكام بالسجن لسرقة وبيع البيانات الشخصية للبيانات المتعلقة بالقياسات الحيوية أو ما يعرف بالبيومتريكس.
كما تبنت روسيا أيضا قانون غرامات الجمع غير القانوني للبيانات الشخصية عند شراء السلع والخدمات، وصدر قانون يحظر على البائعين رفض خدمة العملاء دون تقديم بيانات شخصية. ولا يمكن بالطبع الحديث في روسيا عن حماية الخصوصية وأمن البيانات، ولا نذكر هنا شركة كاسبيرسكي لاب الروسية، واللي بتعرف نفسها على موقعها بأنها شركة عالمية متخصصة في حماية حقوق الخصوصية وأمن البيانات. بتعمل هذه الشركة في 200 دولة وإقليم، ويتكون فريقها من أكثر من 4000 متخصص من ذوي الكفاءات الكبيرة في مجال السايبر سيكيورتي. وبتقول الشركة إنها فخورة بتطوير حلول أمنية رائدة عالمية المستوى، وفرت الحماية والأمان لعدد مستخدميها البالغ 400 مليون مستخدم وحوالي 270 ألف شركة. من أهم النصائح اللي بتقدمها كاسبيرسكي لعملائها لحماية معلوماتهم الشخصية وعدم تعرضها للسرقة أو الاختراق، هي استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها للحسابات، وتفعيل المصادقة ذات العاملين كلما أمكن، أو التو فاكتور أوثنتيكيشن، والحذر من مشاركة معلومات شخصية دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي زي مثلا عنوان المنزل أو معلومات تتعلق بمدارس الأطفال أو غيرها، وتجنب فتح الروابط المشبوهة وتنزيل المرفقات من مواقع غير معروفة. لا يمكن أن نعتبر ببساطة أن الخصوصية انتهت فعلا على الإنترنت، أو أنها أصبحت شيء من الماضي، لكن نقدر نقول أنها بتواجه تحديات كبيرة في المشهد الرقمي المعقد حاليا. هذا المشهد اللي فيه نمو هائل في استهلاك البيانات، ذكاء اصطناعي بيزداد تطور يوم بعد يوم، تقنيات الماشين ليرنينج اللي بتتطور بسرعة مخيفة، كل هذه العوامل مع التحول للكلاود كومبيوتينج أو الحوسبة السحابية جعلت مسألة الخصوصية تصبح أكثر تعقيداً من أي وقت سابق. من منظور الناس أو الجماهير زادت مخاوف المستهلكين بشأن استخدام البيانات الشخصية للتسويق وزيادة حجم المبيعات، وأصبحت نسبة كبيرة من المستهلكين بترغب في رؤية تشريعات قوية لمنع الكيانات الكبرى من بيع بياناتهم الشخصية للمعلنين وغيرهم. واستجابة لهذه المخاوف بدأت فعلا من حين لآخر ومن هنا وهناك تظهر قوانين ولوائح جديدة لمعالجة قضايا خصوصية البيانات. لكن من جهة أخرى مش لازم ننسى أن الاعتماد على البيانات حاليا في هذا العصر الرقمي سريع التغيير تحول لأمر ضروري للشركات في المشهد التنافسي الحالي، وتجديد ضمانات أمن البيانات والخصوصية بيعيق قدرة المؤسسات على الاستفادة من البيانات بشكل فعال. وهذا هو المشهد المعقد اللي أصبحنا فيه حاليا. في النهاية في سنة 2023 بتظل الخصوصية مصدر قلق ومسألة محفوفة بالمخاطر. النمو السريع لاستهلاك البيانات والتقنيات الرقمية الجديدة بتطرح تحديات كبرى للمؤسسات والأفراد، ولا يزال تحقيق التوازن بين الاستفادة من البيانات للابتكار والحفاظ على الأمان والخصوصية مهمة معقدة. وعشان كده يمكن نكون لسه محتاجين لبذل المزيد والمزيد من الجهود التشريعية لمعالجة مخاوف المستهلكين وتعزيز حماية الخصوصية والحفاظ على حق الشركات في الابتكار والوصول للمستخدمين. أشوفكم في لقاء جديد.